أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في وصف الله تعالى لصدور الكفار بأنها ضيقة وحرجة كأنما تصعد في السماء، فما معنى التصعد في السماء؟ استحالة، يعني استحيل عليهم الإيمان كما استحيل عليهم أن يصعدوا إلى السماء، لأن الله عاقبهم ومنعهم من الإيمان. فكما لا يستطيعون الصعود إلى السماء لن يستطيعوا أو لن يقبلوا الإيمان، يكرهونه والعياذ بالله. وقيل المراد عند العصريين الآن إن اللي يطير في الأجواء أنه يقل عليه الهواء والأكسجين فيبيض يتضايق نفسه، وقالوا أن هذا من إعجاز القرآن، الله أعلم. نعم.